مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو لقمة الباشا التركية. عنا كوبين حليب، نص كوب طحين، نص كوب سكر، نص كوب جوز الهند، ملعقة صغيرة سمنة، وكمان بدي استعمل ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الحليب، كمان السكر، فانيلا، طحين. بحركهم مع بعض على الغاز تحريك مستمر ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهذا الشكل، هلا بحطهم بالصينية. بسم الله. مدن اكيد نفس المستوى. نسيت حط الزبدة، حطيتها هلا بعد ما حطيتهم بالصينية. بحركهم منيح مع بعض. هي لازم نحطها بالطنجرة بس يجمد المزيج دغري، نحطها فوقهم ما بيأثر. نفس الشي بعده سخن المزيج. هلا بمدن نفس المستوى، بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد. بعد ما حطيتهم بالبراد حوالي ساعة، هلا عندي قشطة أنا عمليتها، قشطة الحلويات العربية، وإذا منا منحط قشطة جاهزة. رح حطلكن اللينك القشطة على الفيديو إذا حدا بحب يعمل القشطة. أكيد بمدن نفس المستوى. بس مديتهم نفس المستوى، هلا منزينهم بجوز الهند. حطينا جوز الهند على الوجه بهيدا الشكل. هلا رح احط كرز مجفف. هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ هيدي حلوة لقمة الباشا اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.